بالنسبه للفلفل الرومي معاك فلفل رومي من 2 جنيه ونص لحد 3 ونص. بالنسبه للفلفل الرومي اللي هو ده الكراتين، نخش على الفاصوليا. الفاصوليا ب 3 جنيه وب 3 ونص اللي هي انضف حاجه، وفي فاصوليا ب 2 جنيه. بالنسبه للبسلة من 2 جنيه ونص ل 3 اللي هي النظيفه البسلة. هو العروس ماشي من 2 ونص ل 3 جنيه، من 2 ونص ل 3 جنيه. والفلفل الرومي ماشي من 3 ونص لحد 4 وربع، واللي لازم ب 5 وربع ب 5 جنيه. البصل ب 4 ونص، ابيض احمر ب 4 ونص. بالنسبه للثوم الصيني ب 260، ليمون ب 12 جنيه. بالنسبه للخيار ب 2 جنيه ونص ل 3، من 2 ونص ل 3 الا ربع على حسب يعني الجوده بتاعها. الكوسه نفس الكلام من 2 ل 2 ونص. الطماطم معاك من 20 جنيه لغايه 40 جنيه على حسب، في ب 30 وفي ب 20 وفي ب 25 على حسب الزرع يعني. الليمون ب 15، وفلفل الوان ب 15، وفلفل حامي ب 3 ونص، وبدنجان بجنيه ونص، بدنجان رومي بجنيه ونص، وبدنجان عروس ب 4 جنيه. البطاطس تبدا من البطاطس تبدا من 2 ونص لجنيه، بسله من 3 ل 4، فاصوليا من 2 جنيه ل 3 جنيه، جزر من جنيه ونص ل 2 جنيه، الشطه بيطلق من 2 جنيه ل 3 جنيه، فلفل الحامي. الخضر ما فيش بيع ولا شراء زي ما انت شايف. اديك شايفه الجو بعينيك، ما فيش بيع خالص ولا شراء. والجو هبطان خالص. ما فيش اقبال خالص، السوق واقف، ما فيش درجة تعبانة، السوق واقف واقف واقف. الزرع رخيص والزبون تعبان. اللي بياخد وجبة النهاردة ما بيجيش بكرة ياخد تاني. الأسعار في الناس، في ركود في السوق أصلاً، بقى لنا أكتر من 15 يوم في ركود، الأسعار في الناس. طماطم كانت ب 200 وب 250 دلوقتي أصبحت ب 30 وب 40 جنيه. ما فيش فرقة في الأسعار، كل الأسعار متوحدة زي بعضية. بس هو الجو تعبان. والله بقى لنا إشارة على الحال ده. عملية نايمة، ولا في بيع ولا في شراء، الجو مريح خالص يعني.